السلام عليكم، اسمي ديالي محسن من مدينة تطوان. أنا كنت فكرت شي أيامات كان الحلم ديالي نعدل الباسبور صافي، خصني نعاود عين سبتة كنقول صافي هذاك هو النهار ديالي، كنقول عين نعاود غندخل صافي خصني الريسكي والحل ديالي هو نحرك. صدق عاود تعرفت على شي دراري تما كدا في بويرتو، تعرفت على واحد جوج جزائرية وتعرفت على واحد العين مقصر، بدا كيتهاو معايا علاش أنا كنت باقي جديد تما. قلت له زعما خصني نعرف بونتوس، نعرف كيفاش الحال باش زعما عين طلعين وصلنا السطح. داني عندك بويرتو هذاك وراني السطح في الطبقه الاولى والطبقه الثانيه والثالثه عاد السطح. ملي شفت انا داك الشيء شفت داك الشيء صعيب فهمتي، خصني المهم كنت تكربشت من يدي، المهم كنت كنعمل وان طيس صعوبه. كيفاش الدراري كيقولوا لك زعما اذا بغيتي تمشي معانا وكذا عندك واحد الحل، شني هو؟ تينا تدبر علينا ولا هذيك ولا عاد عاوننا. شني عاد عاوننا؟ مثلا دابا صاحبو انا نعليه عاد فهمتي، عاد يعليوني هما بالحبال ولا بفوطه ولا باي حاجه. صافي طلعت من ديك السطح هذاك تما واحد القوصه هدايا كيتما كتخبى فيه والتوبو هنا، التوبو كيطرطقوا شي الدراري سان انطونيو فهمتي، شي الدراري الخيريه تما كيقلعوا ديك التوبو. تينا ملي كتحدي السكوريتي قلب كتنقص كتهبط واقف في مطار المسافرين في الضله، كاين الدراري اللي فاتوا كاين فهمتي. اذا كانت الحاله ديالك كيتما مسخين الحوايج ولا هذيك ضروري عايش بدو، وكاين الدراري عاود شافوهم وكذا وهذيك عاود ميكو عليهم فهم. انا ملي طلعت من تما كان معايا كيتما واحد، كان معنا تما واحد العايل كيتما، المهم معارف الدنيا تنا شني تما وكذا. طلعنا صافي بقينا كنشوفو صافي، انا كنت كنقول صافي مشيت صافي عن 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 الريسكي. صدق وقعت واحد بالبالة طلعوا المخزن عاو النوبة الثانية فهمتي، كنت غندخل غنمشي في الفرافر عاو ما كتب شي جو المخزن عاو رونو الدنيا تما، عرفت بلي سبحان الله ربي. دابا باقي كتفكر في الحريق؟ ودابا ملي تشوف زعما ديك العائل ديك ثلاثه اللي خرجوا منهم ديك طارق بوبري الله يرحمه زعما كنوصلوا التعزيه للاسر ديالو زعما ما بقيتش كنفكر زعما شي حاجه. صافي عيد الوالدين ديالي بارك قدام الوالدين والسال، اللهم داك داش ضعيف مع الوالدين ديالك حسن ما تخليهم محروقين. وعاد مشي فهمت، راه اذا مشيتي والوالدين ديالك بقاو محروقين عليك راه مصيبه مع ربي سبحان الله. اش غنقول لك انا كيتسمى ماشي شي دور كيتسمى، انا كانت عندي الهوايه خصني نطلع بالفوق باي طريقه فهمت، يا بالحريق يا بالفلوس باي طريقه كان خصني نطلع والسلام فهمت. علاش الدراري صحابي يطلعوا فهمت، وانت عارف عاود كتشاطي معاه وكنبقى يقولوا لك شي معاودات اللي عاود كيزيد ويدبروا وهادشي اللي كان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.